أفضل. مبروك عليكم كل ما قدرتوا كتلعبوا لنا على اليوم الختامي من هذا الدوري. أول حاجة بغيت نشكركم على اللي قبلتوا معنا هذا الدوري من البداية حتى النهاية. بالنسبة لهذا الدوري هذا كان واحد رمز كبير بالنسبة لنا حنا كعائلة كبار العائلة الصغيرة باش تمشي بهذه النسخة هذه بقوة ديال بقوة جوكا متتابعة رمزالة خاص تكون عندك الأول ماشي صحيحة خاص تكون عندك لوجيستيك صحيح باش تمشي بهذا المستوى هذا راه ما ساهلاش. الحمد لله حنا بهذه الإمكانيات اللي كنشوفوها بهذه الأرضية هذه اللي هي أرضية زعما صراحة ماشي في حقنا احنا المدرسة ديال بهذا، ولكن هذا هو المكتب هذا هو رزقنا الحمد لله احنا راضيين به وكنخرجوا به كما خرج بهذا الابطال. احنا حتى احنا كنحاولوا نخرجوا به الابطال وكاينين اللي تبارك الله اللي دازوا علينا ودازوا مع الوالد ولعبوا كرة وهذا راه شرف لمدينة المحمدية أول حاجة اللي شنقول كلمة خانتني حيت مدينة محمدية ما عطاتش للمدرسة شي حاجة اللي هي تستحقها ولكن ربي راه كبير فهمتي هذا هو. سي هشام نقولوا واش وصلتوا ذاك لوبجيكتيف اللي كنتوا باغيين بالنسبة لهذا الدوري حيت هذه النسخة الثالثة كنشوفوا يعني كان واحد الإقبال كبير من طرف الفرق ولأول مرة كيكونوا فرق من خارج مدينة المحمدية. هذا هو لوبجيكتيف اللي كنا خدمنا عليه النسخة الأولى والنسخة الثانية. الثالثة هذيك كانت كيف شتي كانوا على الأقل تقريبا هنايا كان واحد 200 لاعب في كل كاتيجوري باش توصل لهذا النيفو هذا راه كيما قلت لك راه خاصك تكون نيت عندك إمكانيات ولكن الحمد لله الاسم ديال باع القادر كيمكن يجيب أي واحد ملي كدير لافيش كدير فيه مرحوم باع القادر الناس كاع اللي كيعرفوه واللي باغيين يعرفوه مزيان كيسمعوا عليه من بعيد جاو هما اللي طلبوا انهم يجيو وجاو يشاركوا في هذه المدرسه هذه اللي كانت بالشفافيه والمصداقيه في كل شيء لا في التحكيم لا في التنظيم لا في اي حاجه. والحمد لله اللي كان ناجح واللي نجح الدوره بزاف ان كاع الوليدات توجوا. هذا هو لوبجيكتيف ديالنا ان كاع الوليدات توجوا ما كاينش عندنا هذا رابح هذا خاسر لعبناهم في هذاك المستوى وتوجنا حتى اللي خاسر انه يمشي فرحان حيت الدراسة جاي لوبجيكتيف ديالو انه يخرج داكشي اللي عنده دونك خاصك تجازي. الطموح ديالكم النسخة الرابعة؟ النسخة الرابعة كنطمحوا انها تكون احسن من هذه دونك هذا راه واحد متقل تقول دابا اللي حطينا فوق كتفنا ما يمكنش نرجعوا للور دونك خصنا نزيدوا اكثر من هذا الشيء شي لوقات الارضية بحال هكا غادي نزيدوا ان شاء الله وغادي نتضافروا. وكنشكر بزاف الناس ديال المكتب على راسهم الرئيس ديال المدرسه والى جيت نذكر الاسماء نقدر نزقل شي واحد واللي ما هوش ستوب. وكنشكر المدربين بزاف لان انا عاشرتهم تبارك الله كان خدمتهم بانت وتا في التحكيم وفي داك الشيء حنا درنا غير الدراري ديالنا التنظيم ديالنا حنا اللي تحكمنا في كل شيء الحمد لله داز كل شيء مزيان هذا افضل من الله. وكنتمنى ان النسخه الرابعه ان شاء الله ان تكون احسن من هذه وكما قلت لك راه حمل ثقيل علينا وحنا غادي نخدموا عليه العام كامل حيت باش دير النسخه الرابعه وباش ديباسي باش تبغي ديباسي هذا النيفو هذا خاص تخدم عليه العام كامل. دونك حنا من ابتداء من العام الجاي ان شاء الله غادي نبداو كنخدموا عاوتاني باش كاع لي كاتيجوري عاوتاني يلعبوا ويكون احسن من هذا الشيء ونوصلوا واحد العدد اللي اكثر من هذا 200 واحد في كل عام.